يا اهلا بيكم مشاهدينا مره تانية، مكملين احتفائنا بابطال كاس مصر لكره اليد نادي سبورتنج. خلينا نرحب في البدايه بالمدير الفني كابتن حلمي مصبح. كابتن حلمي اهلا بيك، اهلا وسهلا بحضرتك يا مبروك فندم. ومنور الدنيا. الله يبارك في حضرتك ومبروك لنادي سبورت. محمود طه اهلا بيك حوت، اهلا منور بحضرتك، الدنيا، كله الله تمام يخليك، كله تمام عفروتو. وهنفهم منك بقى سبب اللقب. حبيبي ربنا منور يخليك، الدنيا، كله ربنا تمام. يخليك حبيبي. نبدا بكوتش كابتن حلمي، انجاز مميز جدا، خاصه انك تطلع ببطوله في ظل وجود اهلي وزمالك، الموضوع بيبقى صعب جدا. فقول لي قيمه الانجاز، وهل كنت بتكلم مع كابتن عمرو في البدايه وانتوا بتحضروا للسيزون ده، كنتوا حاطين من ضمن الاهداف والتارجتس البطوله؟ اولا طبعا انا بس بحب اشكر مجلس اداره نادي سبورتنج على الدعم، يعني ان هم ادوني فرصه ان انا امسك الفريق الاول للنادي برئاسة المهندس أحمد حسن والبشمهندس ممدوح حسني ومدام دينا المنسترلي وكابتن عمرو فتحي وكل الأعضاء، عشان ما أقدرش أنسى حاجة. يعني إحنا الحمد لله رب العالمين، طبعا بنشكر كابتن مروان رجب، كان هو أول يعني أول فترة هو كان ماسك الفرقة فيها، وكان عندنا بس في الأول يعني شوية مشاكل بسبب الإصابات وعدم انسجام شوية في الاداء وكلام من ده، فكان يعني شويه معوقات كده. فالحمد لله رب العالمين يعني مسكنا الفتره دي وبدانا نشتغل على الشباب اللي موجود معانا رغم المعوقات دي، وقدرنا الحمد لله رب العالمين ان احنا نعديها وناخدها درجه درجه، عشان الولاد تقدر تصدق ان هي تقدر تعمل انجازات كويسه وتقدر تشتغل مع فرق قويه زي الاهلي والزمالك بامكانياتهم الجباره. بالنسبه للتارجت، احنا التارجت بتاعنا كان ان احنا ندخل المربع ده في دوري ممتاز، بطوله الدوري الممتاز. الكاس الحمد لله رب العالمين احنا قدرنا من فتره كبيره شويه، انا مش فاكر السيزون، ان احنا نقدر نكسب الزمالك في دور ال 16، وبعديها سكه الدوري سكه الكاس بالنسبه لنا بقت كويسه وبقت سهله. فمن ساعه ما عملنا الانجاز ده بدات ان احنا السكه بتاعتنا تبقى فيها فرق يعني اسهل شويه. فالحمد لله رب العالمين الانجاز ده كنت الحمد لله انا موجود فيه، وكان كنت مدرب عام. فمن الوقت ده الحمد لله احنا قدرنا نحافظ على الـ على الـ على الحته دي، ان احنا نبقى موجودين في النهائيات بصفه مستمره الثلاث سنين الاخر ده. فبالنسبه للتارجت احنا كنا المباراه النهائيه، ان احنا نوصل للمباراه النهائيه بس ان احنا نكسب ده بيبقى حاجه احنا بنشتغل عليها كتدريب. بس انا يعني لو عايزنا اوضحها اوضح بقى بعد كده، بس مش عايز اتكلم كتير عشان الشباب بقى. طيب ندي فرصه نبدا بمحمود طه. قول لي قيمه الانجاز بالنسبه لك ايه؟ يا دايما لعيب الاهلي والزمالك بيبقى متعود على البطولات، انما انك تلعب في سبورتنج، طبعا مع كامل الاحترام لنادي سبورتنج، لكن الانجاز بتبقى قيمته مضاعفه. اكيد طبعا قيمه بتبقى كبيره قوي، لان كمان انت بتبقى طول الموسم بتبقى تعبان في تمارين في كل حاجه، فان الواحد في كل التعب ده كله لازم في الاخر يبقى حاجه تبقى ناجحه لحاجه زي كده. واحنا عملناها قبل كده من موسمين، والموسم اللي فات ربنا ما وفقش في اخر ماتش، بس الحمد لله قدرنا. انتوا الاثنين كنتوا موجودين السنه اللي قبل اللي فاتت؟ ثلاث سنين بالظبط. ثلاث سنين مع بعض. في 2022. بس فالحمد لله ان ربنا كرمنا في الاخر ماتش دوت. انك تكسب قبل كده الزمالك تتفوق عليه، بيبقى عندك نوع من انواع البيليف او الايمان ان انا ممكن اعملها تاني، الموضوع مش مستحيل يعني. السنه دي كان عندي الاحساس ان احنا هنقدر ناخد بطوله الكاس تاني. ايه السبب؟ الحاله اللي عليها الزمالك ولا الحاله اللي انتوا عليها؟ يعني احنا في اخر في اول الموسم ما كناش افضل حاجه، بس في الفتره الاخيره في النهايات بتاعت الدوري البست اوف 3 بتاعت الدوري كنا كويسين قوي، وداخلين الكاس بفورمه كويسه، كنا مركزين ان احنا كنا قايلين من بعد الدوري احنا رايحين ناخد تالت دوري في البست اوف 3 وهنلعب على اول الكاس ان شاء الله. أي. يعني كنا ممكن من سنتين اقول لك كان ماتش الكاس صعب، كنا رايحين لا الزمالك فرقه جامده راكبك معنويا شويه، وسيف وحسن قداح وكريم هنداوي عشان ما انساش حد. أي. كان ماتش كان صعب. الماتش المره دي كان عندنا الثقه ان احنا خدنا بطوله قبل كده، فاحنا كان عندنا احنا ست سبع لعيبه موجودين من نفس الفرقه بتاعت خدت الكاس السنه اللي قبل اللي فاتت. كان عندنا الثقه، معانا لعيبه صغيره كتير، معانا ناس ما عندهاش خبره، فرقه عندها اصابات، خدنا ثلاث اربع اصابات في الماتش الفاينل، بس كنا عندنا الثقه. يعني حتى احنا قبل الاجتماع قبل الماتش كنا قاعدين بنتكلم احنا جايين ناخد الكاس جايين ناخد الكاس، الحمد لله ربنا كرمنا يعني في اخر الماتش. حلو قوي. افهم بقى لقب عفروتو ده، انت في الملعب طبعا ما شاء الله يعني متعفرت كده وخفيف ولعيب جامد يعني، لكن لقب عفروتو ده مين اللي اطلقه عليك؟
كان كابتن تامر حميدو يعني. كان ليه علاقه بعفروتو اللي كان بيلعب كوره ولا ده؟ لا 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 يعني انا من قبل من وانا صغير من عندي 6 7 سنين وهو الاسم طلع يعني عليا، كان عشان يعني سريع في الملعب وعفريت يعني كده. يستحق كابتن اللقب ده ولا اه طبعا يعني ولا هو في مجامله يعني؟ لا بامانه وعفروتو يعني يستحق القاب كتيره هو والفريق كله بامانه يعني. بس عفروتو لعيب ليدر، وانا كان ليا الشرف ان انا ادربه هو واخوه نور خالد، ونور خالد هو اخوه التوأم يعني. بس لو شفت الاثنين تلاقي واحد ما شاء الله يعني طويل قوي والتاني بقى ايه عفروتو فعلا. فالاثنين كان ليا الشرف ان انا امررهم في فرق الشباب، وكنا بنحرز برضو بطولات، وهو ما شاء الله بيحب نادي سبورتنج جدا، راجل ليدر وراجل محترم وفعلا لعيب يعني يستحق يعني ان هو يبقى في منتخب مصر ان شاء الله يعني باذن انك يعني. تتارجت بطوله الكاس بيبقى اسهل شويه من بطوله الدوري يعني، ماتشات الكاس ماتشات نوك اوت فالسكه بتبقى ابسط واسهل بعض الشيء. بطوله الدوري محتاجه سكواد قوي قوي، محتاجه نفس طويل، محتاجه ميزانيات عاليه قوي. الدوري السنه دي كان شكله يعني طريقته كانت صعبه شويه عن اي سنه، ساعدتنا كتير ان احنا نشتغل فيها يعني ان احنا نقدر نوصل للحته دي. الكاس طبعا اكيد بيبقى سهل وطريقته في الفوز بتبقى اسهل، بس المباراه النهائيه صعبه جدا، صعبه جدا جدا يعني. نادي الزمالك نادي كبير جدا، نادي محترم وفيه خامات وابطال يعني ونجوم، فيعني لسه لعب مع النادي الاهلي بيست اوف 3 وكسبان ماتش وخسران ماتش، وكان الماتش الاخير كان فرقة قوية وفرقة محترمة، وقدرنا ان احنا نشتغل عليها كويس يعني، حللنا شغل كويس. و يعني بالمناسبة بشكر الجهاز الفني يعني الإطار الفني كله للفريق، كابتن نبيل عبد المولى يعني والمدرب العام، وكابتن كريم مكاوي مدرب حراس المرمى، كابتن مصطفى عبود المحلل الأداء، دكتور علي المعالج، كابتن محمد البنا الإداري، محمود يوسف المدلك. الصراحة مجموعة بتحب النادي وقلبها على قلب بعض، قدرنا ان احنا يعني الموضوع ده الولاد يعني الابطال يحكوا لك عليه، ان انا فعلا كنت لما ببقى في الملعب وبنيجي نبتدي التدريب بنقف في دايرة كده عشان ندي موتيفيشن عالي للفرقة، كنت بقول لهم انا من اهدافي ان انا اخد ثالث الدوري وان انا اخد بطولة الكاس. من بعد ما كسبت البنك الاهلي الماتشين اللي ورا بعض اللي هم في البيست اوف 3. حلو. فرقه البنك الاهلي فرقه محترمه جدا بقياده الكابتن عمرو الجوشي، وفرقه ما شاء الله قويه، وكان مبارياتنا يعني كانت ما شاء الله احسن يعني، مش احسن يعني كشغل هاندبول، كانت افضل من ماتشات الاهلي والزمالك، بس للاسف ما اتذاعتش، بس كانت مباريات قويه جدا. بس فيعني احنا كان فعلا احنا مصدقين نفسينا، وانا كراجل مدرب فعلا كنت بقول قبل نهايه الكاس دي مثلا ب 15 يوم او ب 20 يوم انا عايز اكسب الكاس، والحمد لله يعني رب العالمين ان احنا كسبناه. اللحظه دي اعتقد لحظه غاليه قوي. اه فظيعه. انا كنت يعني ابن من ابناء نادي سبورتنج يعني دخلت يعني متاخر شويه كده يعني، كنت بلعب مركز شباب الدهريه، مركز محترم وجميل وطلع ابطال كبيره زي نادي النحاس كده اللي طلع كابتن حسين زكي طبعا. احنا زيه كده طلعنا لعيبه محترمه وجميله، فانا دخلت نادي سبورتنج وانا سن صغير، فكان نفسي كل المراحل اخدت بطولات واخدت كل حاجه، بس ما خدتش بطوله في الفريق الاول. فكان نفسي احققها، فالبطوله دي الصراحه عندي غاليه جدا 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 يعني الحمد لله. قدامنا على الشاشه بقى اهداف لمودي وشادي حسين، الاثنين كانوا لاعبين سابقين في سبورتنج قبل ما ينتقلوا للزمالك، ده اداكوا ادج او اداكوا افضليه بعض الشيء ان انا حافظ اسلوب لعب مودي عامل ازاي، شادي تحركاته عامله ازاي، ما كانش فيه مثلا نوع من انواع المفاجاه؟ اي نعم، هو كل لعيبه الزمالك والاهلي خلاص انتوا بالنسبه لكم بتلعبوا مع بعض عدد مرات كبير قوي في الموسم وكلها لعيبه منتخبات، لكن ده اداكوا افضليه شويه او نوع من انواع الحوافز شويه؟ اكيد طبعا، لان احنا كده كده اصلا يعني فريق الزمالك احنا لعبناه اكتر من مره في الدوري، فكده كده بنبقى كلنا حافظين بعض، حتى لو هم موجودين اصلا موجودين معانا في الفريق، بس هو كده كده لعبناهم اكتر من مره، فعارفين حافظين طريقه لعبهم، متفرجين عليهم عارفين هيعملوا ايه، درسناهم كويس قوي، وده اللي ادانا ان احنا نعرف نسيطر على الماتش كمان من بدايته يعني. لعيب الخط الخلفي قبل الجيم بتبقى بتدرس قوي
الجول كيبر اللي قدامك يعني، هل قبل الماتش بتبقى عارف تحركات فلفل ايه، تعاملاته مثلا لما انت بتبقى بتخترق مثلا اللي بيروح على زاويه معينه، ولا الموضوع ما بيبقاش دقيق قوي بالشكل لا ده؟ هو بيبقى مذاكرك، فانت انت عارف برضه انت هتشوط فين يعني. انا مثلا انا بشوط يمين، فانا عارف اللي هو ممكن يجري لي يمين، فلازم اغير زاويتي في الماتش يعني. بتبقى بتبص برضه بينزل هشوط له فوق، لا هشوط له تحت، على حسب كل جون. بتذاكر يعني، بتفكر قبل ما تشوط عشان تحط الكره في الجون. غير كده هو مذاكرك الجون على طول، بيعملوا فيديوهات زي ما احنا بنعمل فيديوهات على الفرق، الجون بيعمل فيديو على كل لعيب، فانت لازم تذاكره عشان هو بيذاكرك. بس باب المنتخب بتشوفوه مفتوح بالنسبه لكل لعيبه الانديه المختلفه، ولا الموضوع فيه بعض الصعوبه طبعا بقوه سكواد المنتخب في الوقت الحالي؟ لا يعني المنتخب صعب عشان تروح من غير اهلي وزمالك، صعب. انا رحت من سبورتنج من سنتين، بس الموضوع كان صعب. مع باروندو ولا كان مع باروندو؟ يعني كنت في قوام 25 مثلا، بس الموضوع صعب اللي انت تكمل. طب استفدتك ايه من التجمعات؟ المدرب باروندو اتكلم معاك بشكل شخصي؟ باروندو مدرب كان شاطر جدا، انا استفدت يعني، انا قعدت سنه استفدت جدا، مستواي اعلى فيها، بتلعب مع لعيبه جامده وتمرين جامد، فبتستفاد. بس اللي انت يعني تروح وتلعب بطولات وبتاع، او ما كده اللعيبه الموجوده كلها كويسه يعني، بس هو الموضوع صعب من بره الاهلي والزمالك. ليه؟ لا مش عارف ليه. قول لي. الموضوع صعب عشان لعيب الاهلي والزمالك مثلا بيبقى عنده متمرس شويه، بيلعب في بطولات مختلفه، فخبرته ممكن تكون اعلى، ولا يعني ايه السبب؟ يعني طول عمرنا بنشوف، كنا زمان، خليك اقول لك بس النقطه دي مهمه، ان كنا بنشوف باب المنتخب مفتوح، ما تلاقي كابتن عمرو الجيوشي من الاولمبي، تلاقي كابتن مروان رجب من سبورتنج، كان بيبقى المنتخب قوامه، كابتن شريف مؤمن من نادي الطيران، فكان قوام المنتخب من انديه مختلفه. زمان دلوقتي ده زمان مختلف، دلوقتي بقى مختلف شويه. ممكن عشان الاهلي والزمالك بيلموا معظم اللعيبه الكويسه من الدوري، ممكن وارد، ممكن. وفي لعيبه كتير احترفت، فالمنتخب بقى يعني في 10 11 لعيب من بره مصر، يحيى خالد ويحيى الدرع، فيمكن بص في قائمه المنتخب يبقى 6 7، فبياخدوهم من الاهلي والزمالك. فلا الموضوع اللي انت تلعب في سبورتنج وبتاع، مش فكره اللي انت عندك خبره افريقيه ودوليه، ما بشوفهاش، عشان سبورتنج فتره فيها مثلا لعبنا كل بطولات افريقيا زي الاهلي والزمالك، بس بيبقى في افضليه شويه للعيب الاهلي والزمالك اللي يخش المنتخب، في افضليه شويه في المنتخب. بس طبعا متفق معايا ولا شايف ايه؟ لا يا بتبقى انتوا متفقين بقى؟ لا هو مش متفقين، دي حاجه اساسيه في مصر يعني. خلي بالك هو في اغلب الالعاب، كل الالعاب يعني الزمالك ليه افضليه شويه. احنا بنتمنى يعني ان الموضوع يعني يطلع بره الاهلي والزمالك، طبعا احنا بنحترم اختياراتهم ومفيش اي شك في اي حاجه من دي، بس يعني لازم يبصوا الانديه الثانيه. احنا للاسف اسكندريه بتلاقيها في المربع الذهبي للدوري، بتلاقيها في الكاس، بتلاقيها في كل الفرق، ما شاء الله بتطلع نجوم كبيره يعني، واغلبيتها برضو في المنتخب بس باسم الاهلي والزمالك. فلازم يعني يبقى بس في رؤيه شويه كده ليهم، ويقدروا يستمروا شويه بمجهودهم طبعا، مش عشان يعني هي مثلا كوتا او حاجه كده، لا. هي حاسس في يعني نغمه احباط في صوتك؟ هي الفكره، هي الفكره موجوده في كل الرياضات يعني. انا اتكلم مثلا في الكوره، مروان عطيه كان بيلعب في الاتحاد، ما كانش في المنتخب، اول ما راح الاهلي اسبوع راح المنتخب على طول. هي كده عندنا شادي مثلا ما كانش في المنتخب، اول ما راح الزمالك راح المنتخب. هي 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 احنا هي الدنيا ماشيه كده، اتكلمنا عليها كده اتعودنا. ده محبط شويه اللعيبه المختلفه. انا الواحد مثلا خلاص يعني فعلا طبعا ما بتشوفش، لا ان انا مهما عملت في الانديه المختلفه بعيدا عن اي زمالك، ان انا ما انضمش المنتخب، ده مش بيبقى محبط في وقت من الاوقات. ممكن شويه، بس الموضوع بيبقى خلاص، الموضوع خلاص عرفت يعني الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. انا خلاص بتبص بقى لنفسك انت تلعب وكويس وخلاص، حته بقى المنتخب دي بقى هي بتبقى بتاعت ربنا، ولازم يكون لعيب فلته يعني عشان لعيب ينضم من بره اهلي وزمالك، يكون لعيب يعني مش عايز. صعب، ما انت لو انت يعني هتبقى فلته اهلي وزمالك ياخدك بالظبط، لو حد ما راحش اهلي وزمالك هتمشي يعني، هتطلع بقى خلاص، تطلع بره او مش هتفكر، او تروح بقى تلعب في منتخب قطر بقى زي الناس عملت. كابتن حلمي، بتشوف يعني فكره ان اللعيبه مش كلها عندك محترفه، مش كلها حياتها هاندبول فقط، بتتعامل مع ده ازاي؟ لعيب عنده مثلا شغال في عنده ارتباط او التزام في حاجه ثانيه، لعيب لسه بيدرس مثلا، بتتعامل مع ده ازاي؟ طبعا كل لعيب ليه زي الفايل بتاعه كده، كل لعيب ليه بيبقى زي رصيده يعني. في لعيب ممكن يكون متمرد شويه، ممكن لعيب يبقى شقي شويه، ممكن لعيب مش منتظم في التدريب، فده ما اقدرش الاعتذارات بتاعته الكتيره ما اقدرش اقبلها، لازم يبقى في حدود ليه.
لكن في لعيبه عندنا تقريبا الكابتن بيلمح يعني حد من لا 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 بالعكس كده خالص عارفني عارفني احنا عندنا انا مش عايز اقول اسماء لعيبه عشان ما حدش زي بس انا عندي مثلا جلال خورشيد مثلا هو بيحضر ماجستير يعني وفي الاكاديميه العربيه لعيب شاطر جدا ومحترم وكان بيبقى عنده زي امتحانات وحاجات كده في وسط السيزون عفروته موجود اهو ببقى يعني الموضوع بيبقى صعب وبالعافيه بس كوره على طول زمان بس سيبناه اعتقد خورشيد في الكوره لا بتكلم على احمد يبقى اخوه الصغير ممكن ده اخوه الصغير كان 98 ده انا عجوز برضه في 89 عندنا بجاد مروان مثلا للاسف مثلا ايه يعني بيعاقني شويه في حته الدراسه بسبب ان مثلا في امتحانات فممكن يسيب ماده محمد غريب مثلا لعيب محمد رفاعي لعيب محترم اللي هو شارب غريب يعني ساب ماده عشان خاطر الامتحان عشان ماتش وللاسف مثلا ماتش النهائي جالنا على المباراه مباشره عشان كان عنده امتحان في اسكندريه لا وعندنا بلال السيدي كان بيمتحن ويرجع احمد عاصم نفس الكلام احسن حاجه عندنا مش هقول اسامي ما انا مش عايز بقى ازعل حد بقى مش عايز ازعل حد وانا عشان كده قلت اقول الاسماء كلها الناس اللي بتدرس وكان عندها مشاكل عشان ما حدش يزعل مني احنا يعني بالاضافه اللي احنا بس يعني عندنا اولاد صغيرين في فرقه 2004 زي كابتن عمرو فتحي ما قال اخذ اول الكاس واخذ ثالث الدوري في ظروف صعبه لان مثلا عندنا منهم مثلا مجموعه كبيره انتقلت للدراسه وكده عندنا مجموعه موهوبين كويسين جدا طلعوا بره للدراسه وعندنا مجموعه تانية كابتن مصطفى محفوظ الصراحه عمل توليفه كويسه جدا بالولاد 2006 اللي هم ابطال الدوري كابتن احمد فرج وبقيه الولاد بتوع 2004 وقدروا يعملوا حاجه كويسه والحمد لله يعني خلينا نطلع فاصل وبعده نكمل كلامنا مع نجوم نادي سبورتنج لكره اليد. اهلا بكم مشاهدينا مره ثانيه. كابتن محمود طه كون العيله كلها هاندبول ده بيديك تركيز اكتر هل بتنصحك في بعض الاوقات خلي بالك دي معلومه من مصادر خاصه يعني هو فعلا احنا كده اصلا من زمان قوي يعني فوق ال 20 سنه هاندبول مراتي نفس الكلام بس هي خلاص دلوقتي بطلت وانا اللي مكمل كده ان شاء الله يعني بتتكلم معاك في فنيات اكيد فاهمه لها كانت كابتن التيم بتاعها بالظبط كان في 6 اكتوبر ويعني ممكن كان قبل كام ماتش مثلا ركز في مش عارف ايه تبص على حاجه بتاع فكانت تديني قبل كذا ماتش كده اهوت كام حاجه انما في الخفيف خفيف يعني مش انتقادات حد كده كده ايوه عفروتو حته المهاره اللي عندك الفوت ورك بتاعك ما شاء الله سريع جدا بتشتغل على ده ازاي؟ يعني عشان اللعيب يبقى خفيف لازم برضو ان الكتله العضليه بتاعته ما تبقاش عاليه قوي انك برضو كطول مش طويل قوي ففي الخط الخلفي بيكون في بعض المعاناه مع الاطوال ما شاء الله بتبقى موجوده فبتتعامل مع ده ازاي؟ لا هو انا عندي حته يعني انا وانا صغير انا كنت سريع شويه بس بتمرن عليها يعني على طول بتمرن لوحدي على طول بروح الجيم بتمرن فوت ورك لوحدي على طول فكان يعني كل ما انت بتهتم بنفسك بكل حاجه بالاكل بالتمرين بالنوم بكل حاجه بتلاقي نفسك بتتحسن على طول وفي التمرين بقى بتتمرن اكتر في انت معين بشوف بطريقه معينه مختلفه عشان حصلت في الماتش بس لكن دايما لعيبه الهاندبول بحس ان يعني حتى لو حصل شويه زياده في وزن او يعني كفتنس مش اعلى حاجه لا اللعيب ممكن يأدي برضه بلاقي لعيبه برضه كاوزانها عاليه شويه وبيأدي بشكل يعني كويس الهاندبول عامه هو جسمه غير يعني كل رياضه ليها جسمها فلما نيجي نتكلم مثلا في الكوره هتلاقيهم كلهم لا فيت وسكس باكس وبتاع عشان هم جري كتير وتمرين بطريقه مختلفه احنا عندنا في الهاندبول لازم يبقى في نسبه فاتس معينه عشان في فنت لازم حد هيزقك وفي الدفاع والكلام ده كله ايوه فهي دي بس الفكره بس الاوزان الثقيله لا ما هو هيخسر في حاجه ثانيه التحولات والفاست بريك تقص عليه فنت جامب بتختلف معاك بس انتوا كتيم ايه اهم حاجه بتميزكم؟ يعني الفاست بريك عندكم مميز الدفاع بتاعكم دفاع سوليد ودفاع صلب جدا ايه الحاجه اللي بتشوف لها اهم حاجه واقوى حاجه في الفرقه يعني احنا نادي سبورتنج يعني بيميزوا اللعب يعني هم على طول يجوا في الاعلام يقول لك الهاندبول الشيك يعني احنا بنلعب هاندبول
يعني في لمسات جماليه كتير جدا. بنحب اللعب على الدايره كتير، اللعب السريع عندنا في الهجمه المنظمه، البناء فيها يعني بيبقى بياخد فتره يعني، بحيث ان احنا اللعيبه المهاريه بياخد فتره شويه في الاعداد يعني، عشان يعني نقدر قصدك بالالعاب الجماليه والالعاب الشيك اللعبه دي مثلا. وكان في واحده بس التعليقه كمان بس في الاول كانتها برده بس ما مشيتش هم هرشوها. طبعا اللعبه دي انا يعني الجون كان مهم جدا جدا. أيوة. وانا قاعد اقول يا رب ما يلف يعملها كده، مش يا رب ما يجاوب. حد الصراحه ما شاء الله يعني. طبعا لعبه جميله جدا يعني، يعني ما شاء الله يعني. الالعاب اللي بالشكل ده ممكن يعني قدامنا اللعبه تاني، كان ممكن عفروتو يروح بوشه عادي، انما هو حب يديها برده حته جماليه. انت ممكن تتكلم مع لعيبه ملوش لازمه زي الكوره مثلا، لعيب بيحب يلعب بكعبه، ولا بقى ان اللعيب يمتع نفسه وان انا برده ابقى خلال الجيم مستمتع يعني. بص حضرتك، انا الاول كنت بتضايق بامانه، الحمد لله بعد ما اخدت خبرات كتيره بقيت اقول للعيب اللعبه دي ليها توقيت. بس حضرتك انا ماليش دعوه، انا عايز اجون، ما جاتش جون انت هتتعاقب. ايه بقى نوع العقاب؟ يعني اول حاجه طبعا احنا اللعيبه اللي بيبقى يعني قويه وعندها شخصيه الكلمه الصعبه ليها بتبقى ده عقاب ليه، ده يعني ممكن تكلمه كلمه بس صعبه شويه هو يتضايق. وفي طبعا حاجات تانية يعني بتبقى كتير يعني. بس طبعا هما ما شاء الله من خبراتهم يعني، يعني من خبراتهم الحاجات دي ما بتضيعش كتير يعني، بقى ليها زي ما حضرتك ما شايف مثلا عفروتو مثلا ايه بيختار التوقيت المناسب ليها بطريقه كويسه، زي ما عملوا التعليقه مثلا، عملوا التعليقه في توقيت كويس بس لعيب الزمالك قراها فاتقطعت، ما يعني اتعملت، هي اتعملت كويس، ما تقدرش تقول له ما تلوموش. لكن لو اخدها ولفها بقى وكلام من ده، طب ما خلاص حطها، احنا توقيتها صعب. لكن لو مثلا فرق سكور كبير خلاص مش تقدر تلومه. فمن كتر يعني احنا في التقسيمات وفي الشغل في النادي بنسيبه يعملها وما نلوموش عليه، ممكن يعملها مره واثنين وثلاثه بس. لما يجي بقى يتجاوز فيها بنسميه استهتار، نقول له ما تعملهاش تاني، تعملها تاني يبقى اتفضل بقى خلاص، او نغير حد مكانه يعني. طه، ايه مثلا حاجه كابتن حلمي قالها لك وكانت قاسيه مثلا في جيم ما كنتش موفق؟ لا ما يعني ما فيش حاجه، هو كده كده يعني بيبقى عشان في ناس الراجل ده الضحكه دي معناها ان في حاجات، الضحكه دي بيبقى فيها حاجات ما ينفعش تتقال. بس الكلام كله بيبقى يعني تعمل حاجات معينه، هو بيبقى واثق في اللي قدامه، بيبقى واثق فينا في ان احنا انت عارف هو في الوقت المعين احنا هنعمل ايه، فهو بيبقى عنده ثقه فينا اكتر من اي حاجه يعني. الجول كيبر في الهاندبول يعني يشكل اكتر من نص الفرقه. لما يبقى عندك جول كيبر بقيمه سيد محمد، لعيب من اللعيبه اصحاب الخبرات، اعتقد كان من اهم اسباب التفوق على الزمالك في الفاينل. على طول السيد بيبقى معانا في الماتشات المهمه يعني المصيريه، السيد بيبقى بيبان فيها الحقيقه. فالجون في الهاندبول اكتر من 50% من الفرقه، مهما انت تدخل لا دخل فيه جوان انت خسرت الماتش في الاخر. لو سيد لا كان فيه يعني وقت مهم قوي في الماتش مثلا بنالتي مثلا اللي شاله كان يبقى فرق واحد وناقص 8، سيد شاله رجعنا في الماتش يبقى فرق 3. اخر كوره في الماتش نفس الكلام. لا السيد يعني جون تاريخ يعني. قدام يعني احمد الاحمر والوحده تماما والدنيا مفتوحه، مش مثلا داخل من على الخط ويشيل من الاحمر، دي مش شويه يعني. جيل واحد بقى. جيل واحد. جيل واحد بقى حافظين بعض. اكيد حافظين بعض. اعتقد الان بول فكره ان انا ابقى بلعب ضد اللعيبه دي عدد كبير من المرات، خلاص اللعيبه بقت شبه حافظه بعضها يعني. حميد مثلا في الان بول في الاهلي والزمالك الماتشات دي اما بيخش عليه احمر او اكرم يشوط بنالتي بيبقى خلاص هو كله حافظ يعني. كله حافظ بعض وكله بيتفرج على بعض. بس هي الفكره اللعيب مميز امتى يشوط بتوقيت معين، الكره بتبقى سريعه من جنب البلوك فهو مش شايف، بعض وكلهم بيعملوا في المنتخب يعني. مثلا في المنتخب اكرم ساعات بيمسك حمايد ما يسيبش منه كوره، وساعات حمايد يمسكه ما يخليش داخل فيه جون. بس هي دي الفكره، بس هو الماتش انت في الماتش النهارده في المود الماتش وماشي معاك الماتش، اول ماتش ما مشاش معاك او قله التركيز عندك، كرة بتروح سنه يمين سنه شمال بس. جالك توقيتات معينه في الماتش كنت قلقان يعني؟ في وقت اغلب الجيم سبورتنج كان متفوق بالتحديد في الشوط الثاني، فجاه انتوا فرقتوا حوالي 4 اهداف، ابتدى سبورتنج كان على وشك ان هو يعود في عفوا الزمالك يعود في النتيجه، مسكتوا نفسكم ووسعتوا الفارق مره ثانيه. ايه اصعب اللحظات اللي عدت عليك وكنت قلقان ان الجيم ممكن يضيع منك يعني؟ بدايه المباراه. البدايه. البدايه
ان احنا بنحب يكون بدايتنا بالذات كسبورتنج يعني تبقى بدايه قويه يعني، ونقدر نسيطر ونتحكم في المباراه. احنا فعلا سيطرنا وتحكمنا، بس كان في مشكله، بس ان احنا كان عندنا في بلانتي جات مثلا ضاعت، وفاست بريك مهم ضاع، فدول كان هيبقوا 2-0 مثلا لينا. فللاسف دول اتردت علينا. مثلا كان الزمالك 4-1، فالفتره دي فعلا انا قلت يعني بدايه مش حلوه، قلت البدايه مش موفقه، فبدات ان انا افكر في ان انا يعني اغير شويه في حاجات كتير كده في الملعب، بس يعني حاجات تكتيكيه كده بس، لحد ما الحمد لله ربنا قدرنا ان احنا نرجع في المباراه الحمد لله بشكل كويس، وهي هي نفس اللعيبه اللي كانت موجوده هي اللي سجلت الفاستات بريك وبلانتات كل حاجه. لما يكون عندك حد من الشباب مش في يومه، لو اللعيب ده عنده كريدت او عنده من الرصيد عندك، تستنى عليه شويه ولا لا ما استناش لو جيم بالاهميه دي ما يحتملش يعني؟ طبعا حضرتك طبعا يعني ما شاء الله عليك في المجال الرياضي يعني. طبعا اي لعيب بيبقى مهم جدا عندنا ليه كريدت كبير قوي، احنا ما نقدرش ان احنا نسحبه في الملعب بطريقه صعبه او طريقه لا تليق بيه. اول حاجه بنتعامل معاه جوه المباراه بـ 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 بالطريقه ان احنا نسحبه، نتكلم بالراحه كده كله. تاني حاجه تغيير المركز او تغيير التكتيك، يعني احنا بنشوف مثلا الحاجه اللي احنا شغالين عليها هي فيها مشكله عنده هنا، فممكن يكون احنا شغلنا في مشكله معاه، فاحنا نبتدي نغير التكتيك من حيث كده، ممكن نغير التكتيك من عنده كمان ان احنا نريحه ما نخلوش يشتغل، يبقى اسيستنج اكتر في الشغل لحد ما هو يرد الكفاءه بتاعته كويس، يبتدي نشتغل عليه كشغل تكتيك وانهاء للهجمات. طه المركز المفضل بالنسبه لك ايه؟ الباك رايت. انا اصلا كنت وينج رايت زمان بس الدنيا اتغيرت. فلا الباك رايت مركزي المفضل. ما تحبش تلعب كبلاي ميكر في وقت من الاوقات؟ في اوقات يعني في ماتش الزمالك يمكن عملنا كده، لعبت شويه في الهاف، وبس بيبقى اغلب الوقت ببقى بلعب في الباك رايت. قدامنا هو ايه المهاره والخفه وشغل جامد يعني. واحده لا ومسكت نفسك كمان، كان يعني في شويه صحه شويه صحه مسكت نفسك ما شاء الله. لا وقت كتير. طه من اللعيبه المهمه عندك في الفرقه؟ طبعا. اللعيبه الخبرات بتبقى في الماتشات دي بتبقى ليها قيمتها؟ طبعا. احنا طبعا المركز بتاعه ما شاء الله يعني عندنا مجموعه لعيبه مميزه جدا، بس طه يعني عنده قيمه كده في الملعب، تحس انت يعني احنا لعب سبورتنج بنحب نلعب باتنين هافات في الملعب يعني ده ستايل لعب يعني كده، يعني اول ما يبقى عندنا مشاكل نبتدي نشتغل بالشكل ده. احنا فعلا عندنا 2 هافات يعني، هو فعلا انت جبتهم دول هم السنتر باك بتوعنا في الملعب، فطه عنده الحته دي، هي دي بقى اللي يعني كانت سر نجاح شويه معانا في الشغل في ماتش الزمالك، ان هو بيعرف يلعب مع الدايره كويس، وعفرته نفس الكلام، فكان عندنا يعني تنوع. تنوع. وطه لعيب ما شاء الله يقدر بيلعب في المساحات الضيقه كويس جدا، عشان هو وينج، كان وينج يعني، وهو تطوره طبعا في ان هو بقى باك يعني خلى بقى عنده الميزه دي طبعا يعني. انك تخش من الخط الخلفي يقدر يلعب كده ويشتغل كده. بالظبط كده. من على الخط الموضوع اكيد بيبقى اصعب. محمود طه نورت الدنيا ومليون مبروك، شرفتونا. شكرا جدا. افروتو شكرا جزيلا ليك، نورت الدنيا. ان شاء الله نلتقي بيك وانتم في المنتخب ان شاء الله. شكرا جزيلا. كابتن حلمي مليون مبروك وانجاز مميز، وتحب تهدي الكاس لمين يعني؟ قول. انا بحب ادي لوالدتي يعني دعائها يعني ليا، ولزوجتي كابتن نعمات عبد المنعم لاعبه طايره دوليه سابقه يعني، وقفتها معايا ودعائها وكل حاجه ليها يعني ليا. وبشكر حضرتك وقناة اون سبورت يعني ان احنا اول استضافه لحضرتك يعني، ومش عارفين نقول لحضرتك ايه. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. الدنيا. شكرا لسيادتك. مليون مبروك طبعا لرجال نادي سبورتنج لكره اليد، انجاز مميز جدا، والانجاز لما يجي من انديه بعيدا عن الاهلي والزمالك بيبقى انجاز مميز وانجاز ليه قيمته. نتمنى لهم كل التوفيق في القادم، وبكده نكون وصلنا لختام حلقتنا من لاعب الابطال. ان شاء الله اشوفكم في حلقات جايه. الى اللقاء.